سؤال بعد هذا، عرض بضائع للبيع مصنعة كنسخة من الأصل، بيع الماركات المزورة المزيفة ينفع ولا ما ينفعش؟ ولم يفت السائل أن يقول والناس حريصة على الماركات والبراندات بهدف التباهي والتنافس الدنيوي بين الناس. نقول للسائل: بعد التأكيد على ضرورة تزكية النفس وتجنيبها السرف والمخيلة والغرور، وأن هذا من النقائص التي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في التخلص منها، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. بعد هذا نقول: لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول الاتجار في السلع ذات الماركات المزيفة، نسوقه بنصه ومنه يعلم الجواب. نعم، حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز للتجار بالسلع ذات العلامات المزيفة تصنيعا أو بيعا أو شراء ما دام يعلم زيفها وتقليدها. لكن القرار أردف وأضاف إضافة مهمة، قال: فإذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح بهذا القانون، جاز التعامل بها بيعا وشراء، ومن باع أو اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وألا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.